تشكو العشرات من الأسر النازحة والمهجرة في مركز مدينة حيس من وضع إنساني مزر وافتقار لأبسط مقومة الحياة، ويعيشون هم وأسرهم وأطفالهم في أحياء متفرقة بالمدينة، بالإضافة إلى غياب شبه كلي للمنظمات التي لم تقدم لهم المساعدة الإنسانية والمأوى الحقيقي وأبسط الاحتياجات الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة وسط تجاهل للجهات المسؤولة لمعاناتهم. جالس لا معنا اي شيء، يجوا تسجيلات على الفاضي، سجلوا احنا واحد بعد واحد، كل يوم يجيك واحد، كل يوم يجي واحد على التسجيل على الفاضي، لا استلمنا شيء. الماء يجيبوا المسافه، المسافه زادت على 3 كيلو اللي يروحوا يجيبوها بالماء. لا استلمت خيمه ولا استلمت فرشا ولا استلمت بر ولا استلمت شيء. ولا معنا حاجه، نغير نقال زول لهم من هنا، رقدهم بين الارض وبني مصحف في تينيو. حتى عشان لا قعد شهب لي يا شهز لو ما في شيء وما فرشه نقل نطلع من مكان لمكان ام انا عشان سقف حتى انا مغابه بس اللحنية حتى لا يا ابو لحن اللي خيامه كيف عنا لحن مستحقين وقدر ذا اصور احنا من بيت كيفه وبدل كان بيت احنا بيت الناس على ما الله يا حشي تقول لحن الله الله معاكم احنا ما ذنبحنا ولا حصلنا شيء وانا نجري بعد دمي وبين محما ولا حد يبلنا شيء ولا حاجه نشا كل شيء لما قهيله ونشا فراشه ابو لنا فراشه كنابل ولما قهيله قال سالي كذا الحب الله فوق الناس ابو فوق الناس دار لنا ولا حصلنا اي مساعده من اي منظمه ولا يسجلوا احنا بس يروحوا نحصل اي فائده من ام اتينا لا حمامات ولا اي مواد غذائيه ولا اي نوع ومريح تعب احنا ومنامس تعب احنا ومشمس تعبنا احنا الهم كل الجهات والمراض والهم ولا مع قيم العمل ولا عمل ولا وظيفه ولا معنا شيء حتى ما في مقاومه الحياه معنا لا فيش لا منظمه لا تتابع الاحوال حالنا كيف ولا اي شيء ولا حتى لنا ما فيش حمامات في البيت الذي احنا جالسين فيه ما فيش حمامات العشاش اللي جالسين فيها نحن نطالب المجالس المحليه والوحده التنفيذيه والسلطات ايضا المحليه ان تضبط اولئك الذين يتلاعبون بالاغاثه ويتلاعبون بمساعده النازحين يعطوها هنا وهناك والنازح الحقيقي الصح لا يعطوه شيء لنا 6 اشهر لا نحصل على شيء نفقد على التراب ويعني في الحر والبرد نجلس لا خيام لا شيء ياتون تحقق في تحقق في تحقق لا يعطونا شيء 300 نازح لم يحصلوا على شيء ما حصل منهم إلا 4 أسر فقط على خيام والباقي لا يرقدوا على التراب في الحر والبرد